قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب العيادة من الرمد. باب العيادة من الرمد، والرمد هو داء يكون في العين، تحمر العين أو العينان يحمران، وهو داء معروف. الرمد داء معروف، وهو أنواع من الرمد. ما يكون أمرا طبيعيا بسبب بكتيريا مثلا أو فيروس أو شيء من هذه الأشياء، ثم يزول من عند نفسه، ومنه قسم لا يزول إلا بعلاج. ومن الرمد من هو مقدمة العمى، عافانا الله وإياكم. والمقصود بأن المصنف رحمة الله عليه أراد أن يبين بأن العيادة لا تكون من الأمراض المستعصية مثلا، وإنما تكون حتى من الأمراض اليسيرة مثل مرض الرمد، فإنه يعاد. فلو قيل بأن رجلا أصابه الرمد يعاد. هذا هو المقصود من عقد المصنف لهذا الباب، أن العيادة تكون من الأمراض اليسيرة أيضا، اليسيرة مثل الرمد. قد جرت العادة أن الرمد مرض يسير، يعني يزول مع الوقت، إما من نفسه وإما بأدوية يتناولها. ذكر من طريق أبي إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: رمدت عيني فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زيد، لو أن عينيك لما بها كيف كنت تصنع؟ من يعني أصيبت كيف تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. قال: لو أن عينيك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة.